ونبدأ جولتنا مع خبر إعلان لجنة جائزة نوبل فوز المفكر الصيني الشهير ليو تشياوبو بجائزة نوبل للسلام 2010، ويعتبر ليو أحد أهم قادة المعارضة الصينية، وقد سجن بسبب قناعاته الديمقراطية. بعد الجدل الذي أحدثه فوز باراك أوباما بجائزة نوبل للسلام 2009، ها هي الجائزة تثير الجدل وحفيظة البعض مرة أخرى بعد فوز الناشط الصيني المسجون ليو تشياوبو بجائزة نوبل للسلام 2010. The Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China. وقد أثنت اللجنة النرويجية التي تمنح نوبل على ليو لكفاحه الطويل والسلمي من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الصين. ولد ليو عام 1955 ودرس في الريف الفقير في طفولته، وفي المرحلة الجامعية درس الأدب، من ثم عمل أستاذا للأدب في جامعة بكين، وأصبح عضوا في حركة طلابية معارضة للحكومة في العام 1989، وسجن إثر تلك المشاركة 20 شهرا، وبعدها أمضى 3 سنوات في معسكر التأهيل، ليفرض عليه بعدها الإقامة الجبرية في منزله، وينتهي به الأمر بالسجن 11 عاما. وقد بدأ تنفيذ محاكمته نهاية العام الماضي رغم مناشدة عدد كبير من المفكرين والحائزين على جوائز نوبل الرئيس الصيني الإفراج عن من أطلق عليه سجين الرأي، واليوم ينال ليو جائزته وهو في سجنه.